ما بتحبش ما تكرهش، لكن ما تظهرش غير مشاعرها. فهي كانت بالنسبه لي يعني انسانه قريبه قوي قوي، وفي كتاباتها برضو من الكتابات النادره اللي هو ما اقدرش اغير حرف او كلمه، فعندها اسلوب في الحوار الحقيقه انا فعلا ما شفتوش تاني. يعني هي فعلا حلقه وانا يمكن سبب حبي للفن وان انا حبيت اكون ممثله افلام الستينات اللي هي الافلام الرومانسيه، لكن انا بدات امثل في الثمانينات تماما عن السينما اللي انا اتمنيت ان انا اقدمها وسبب حبي للفن. الافلام الوحيده تماما او الكاتبه الوحيده اللي كانت لسه بتكتب للرومانسيه هي الاستاذه كوثر، وطبعا افلام كتير كنت قلت حبيبي دائما والعاشقان وبموت في امبراطوريه مين. ونزلت يعني دي وقع خاص جدا عندي لدرجه ان انا مش بحب اشوف الانفاق ده عايق. يعني ماما انا بعبد امي، انا امي بالنسبه لي يعني بعد ربنا في مرتبه قريبه جدا من عبادتي لربنا، بحبها حب فظيع. ما بتحبش ما تكرهش، لكن ما تظهرش غير مشاعرها. فهي كانت بالنسبه لي يعني انسانه قريبه قوي قوي، وفي كتاباتها برضو من الكتابات النادره اللي هو ما اقدرش اغير حرف او كلمه قوي، وهي بتديني احساس الاخت والام والصديقه، وممكن تكلمني في اموري الشخصيه، ممكن تحل لي مشكله وبعقلانيه وحكمه شديده. يعني كان يعجبني عقلها قوي ومشاعرها جدا، يعني لما تاخدني كده في حضنها